السلام عليكم أصدقائي، أنا اسمي سيزار، برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز. بعض الأشخاص اللي بيتابعوني بلش يكتبوا إنه أنا منحاز أو بحب أجهزة على أجهزة. بصراحة يعني كل واحد حر في رأيه، بس أنا بأكد لكم إنه أنا بصراحة بحب التقنية، أنا بحب يعني بحب الجاجت، بحب كل إشي له علاقة بالتقنية. ففعليا ما عندي إشي اسمه انحياز، ما بنحاز للآي أو إس للآيفون، ما بنحاز لسامسونج أندرويد جوجل. بصراحة كل إشي حلو وجميل بحب أحكي عنه، ولو صح لي أشتري من كل هذول ما عندي مشكلة. حكيت أنا عن الأس 8، جالكسي أس 8، وهذا الجهاز من أجمل الأجهزة بصراحة، ومن أكثر الأجهزة أداءها عالي وفخم الجهاز، وفيه كل إشي بدك إياه تقريبا. ولكن في بعض العيوب، الناس اللي بلشت تشتري هذا الجهاز، وطبعا هي حالات فردية، بحب أؤكد إنه هي حالات فردية، بلشت تعمل ريبورتينج للشركة الصانعة لسامسونج، انه تقارير انه احنا عندنا مشكله، في عندنا كذا وكذا وكذا، في مشاكل فعليا بتصير مع ناس. حبيت اذكر هاي المشاكل وهل الشركه حتعالجها ولا لا للشخص اللي بده يشتري الاس 8 مستقبلا. فخليكم معي. اول مشكله انحكى عنها وعملت يعني تقريبا عملت ضجه، بلشت تعمل ضجه وبلبله في هذا الموضوع، احمرار الشاشه. الاس 8 لما تشتري هذا الجهاز ممكن تلاحظ انه الشاشه صار لونها احمر، فالناس فكرت انه الشاشه ضاربه. وانت عارفين انه يعني اهم اشي، اهم ميزة سوقت لها سامسونج في هذا الجهاز هو الشاشة، فتطلع الشاشة ضاربة، يعني مش معقول في مشكلة على الشاشة. وزي ما حكيت هاي مشكلة فردية مع بعض الافراد، ولكن الشركة سامسونج استجابت لهذا الموضوع، عملت تحديث فيه بيصلح هاي المشكلة بالذات بالسوفت وير. فيعني على الاغلب ما راح تواجه هاي المشكلة ان شاء الله، ولكن حبيت اذكرها لانها موجودة، ومن باب انه احنا بنذكر الايجابيات وبنذكر السلبيات. خليك ايجابي. من المشاكل الاخرى اللي شهرت برضه بهاي الفتره عن الاس 8 انه بيعمل ريستارت لحاله، بيعمل اعاده تشغيل لحاله. بتكون انت عادي شغال على جهازك وتمام التمام ويا محلاك، فجاه الجهاز بوقف بيعمل ريستارت، بيعيد تشغيل نفسه. مش عند كل الناس زي ما حكيت لكم، هي عند افراد معينين هم عملوا ريبورت لهذا الموضوع، بس الاعلام لانه الجهاز كثير انشهر وكثير بصراحه يعني الكل بيحكي عنه، فالاعلام بيركز بده موضوع يحكي عنه زي ما انا هسه مثلا حكيت عنه، لانه اكيد الناس حيقولوا انت ركزت على الايجابيات وتركت السلبيات. انا مش راح اعتبرها سلبيات بقدر ما انها مشاكل صارت والشركه بتحل هاي المشاكل. كل شركه عندها ايجابيات وسلبيات، والحلو في الموضوع انك الشركه تقول لها والله هاي صارت عليها مشكله، ركزي عليها حليها، واذا حلتها معناته انت يعني وضعك تمام. وايضا الشركه حتجهز تحديث بسيط لهذا الموضوع لحتى تحل هاي المشكله. في مشكلة ظهرت عند بعض المستخدمين على زر الهوم. احنا بنعرف انه سامسونج شالت زر الهوم وعملت كبسة من ضمن السوفت وير، بس لما بتكبس عليها بتحسسك انه والله زي كأنك كبست على كبسة. في نقطة واحدة اللي هي بكسل واحد، تصوروا قديش بكسل واحد من ملايين البكسلات المكونة للشاشة في هاي المنطقة ممكن يحترق. واذا احترق هذا البكسل معناته لما معالج الصورة يبعث للشاشة انه اعرض اللون في هاي النقطة، في هذا البكسل، في هاي النقطة المحروقة ما رح يعرض، خلاص انت يمكن ما تشوفها، بس هي بعض الناس شافوها وبالذات على الهوم بتن وعملوا ريبورت على هذا الموضوع. برضو حتحل المشكلة انه بتحكي انه حتزيح زر الهوم بتن بكسل كل فترة وفترة، انت ما رح تحس بهذا الموضوع ولا حتشوفه، بس هاي العملية حتحل مشكلة انحراق البكسل ان شاء الله. اخر مشكله برضو جهرت على الاس 8 انه انت برضو بتكون شغال على جهازك وتمام التمام، بتكون انت شابك واي فاي اللي هو في بيتك او في اي محل واي فاي، بينقطع الارسال، ببطل الواي فاي، يلقط الشبكه الجهاز يعني. فانت بصراحه يعني هذا بالنسبه لي انا دافع حق جهاز $800 عشاني الواي فاي ما يلقط، بصراحه يعني لا ثقيله، لازم ينحكى عنها ولازم سامسونج تعرف عن هذا الموضوع وتعمل حل هذا الموضوع. فعلا برضو حيكون في كل هذا الحلو في الموضوع انها مش مشاكل جهاز يعني قطع لازم تبدل قطع، لا لا، كلها مشاكل سوفت وير. ومشاكل السوفت وير دائما اللي هي عباره بنسميها انا كمبرمج بنسميها باجز، هاي بنعملها تحديث بتروح تنحل هاي المشكله. فعلى الاغلب شركه سامسونج يعني حتروح تمسك هذول المشاكل كاملين وتحل هاي الاشكاليه ان شاء الله. طبعا عشان تكون بالصوره، مش انه والله سامسونج شركة مش نافعة وعندها مشاكل، كيف بتطلع جهاز زي هيك وعليه مشاكل؟ كل الشركات
كل الشركات عندها مشاكل. ولكن عشان هسه الاسئله هو الجديد، فالاعلام يعني حط كل طاقته على هذا الجهاز وركز عليه، فاي واحد بيخبر والله سامسونج في عنده مشكله بسرعه بيحكي عنه. عشان ايش؟ تذكروا موضوع النوت 7 وكيف الحرائق وكيف انفجر وكيف عمل مشاكل، صار سبق صحفي هذا الموضوع، فالاعلام عن جد ركز على هذا الموضوع. واليوم برضه بيركزوا على الاسئله عشان يشوفوا عنده مشكله ولا ما عندهش مشكله. بكره بس ينزل النوت 8 بتوقع حيكون عليه تركيز اعلامي خرافي، بدي اشوفه بده ينفجر ولا لا، يعني اول نقطه. فيعني برضه الاعلام مش دائما بيكون وضعه صحيح، ولكن انا مع هاي الفكره انه يركز الاعلام على هيك اجهزه، لانه ضغط الاعلام بيخلي الشركه تحاول تعمل من جهازها الجهاز المثالي البيرفكت من غير مشاكل. طبعا ما في شيء بيرفكت، ولكن بتوجهوا هذا التوجه. فالاعلام عباره عن اداه ضاغطه، اكيد احنا مش راح نتاثر، بالعكس راح نستفيد، لكن الشركات حتتاثر وحتتضايق، مشكلتهم. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، استنونا في الفيديو القادم، الى اللقاء.